جزيلا معالي وزير أي أمر فندم. الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات شكرا دكتور عمرو طلعت. اتفضل يا فندم. عرفنا طبعا معالي الوزير تعريف التحول الرقمي وهدف الدوله المصريه من وراء هذا التحول. اتفضل يا فندم. فخامه الرئيس، الساده الحضور، يا دكتور عمرو. نعم. اكرم خد الناس وكلمهم بكلام كويس. احنا عايزين نفهم الناس. حاضر يا فندم. عايزين نفهم الناس. حاضر يا فندم. اللي احنا بنعمله ده هيعمل معانا، يبقى امثله مش كلها يعني ان احنا بنمسك حد ما مش عارف خد حاجه، لا يعني دي حاجه كلام كتير قوي يعني. فمن فضلك اشرح للناس كويس. حاضر يا فندم. اتفضل. يعني اذا حد افلم عشان احقق اللي سيادتك تفضلت بيه، سواء في 27 يوليو 2018 او اللي سيادتك امرت بيه دلوقتي، بالفعل هي المنظومه هتاخد مصر لنقله ثانيه. والهدف الأساسي من هذه المنظومة هو تقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل للمواطن المصري. طالما نسمع من المواطن المصري دائما شكوى إن لما راح مصلحة حكومية واجه متاعب، واجه مشاكل، اضطر يروح مرة واثنين وثلاثة وياخد أجازة من شغله وإلى آخره. الهدف من هذه المنظومة هو إنهاء هذا العصر، وبدء عصر يستطيع فيه المواطن المصري أن يحصل على خدمات التي يستحقها من الحكومة المصرية على نحو يرضيه، على نحو سهل وميسر. وهستعرض مع حضراتكم سبل وأطياف هذا المنافذ لتقديم هذه الخدمات. لكن إذا سمحتوا لي في الأول أشرح منهجية العمل في هذا المشروع، لأن المنهجية الحقيقة قائمة على بنية معلوماتية. زي ما الوكيل أكرم تفضل، بدأنا من سنة 2016 نجمع قواعد البيانات الموجودة في الحكومة المصرية، قدرها أكثر من 70 قاعدة بيانات. احنا النهاردة وصلنا ل 57 قاعدة بيانات متواصلة بشكل كامل، موجودة في الرقابة الإدارية، مرتبطة بقواعد بيانات الأحوال المدنية الموجودة في وزارة الداخلية. الهدف من هذا الترابط هو خلق هوية رقمية، شخصية رقمية لكل مواطن، بحيث ان تكون كل معلومات المواطن متكاملة موجودة امام متخذ القرار وموجودة امام مقدم الخدمة للمواطن. هذا طبعا بمراعاة سرية وخصوصية هذه البيانات المتعلقة بكل مواطن. مرتبط بالبنية المعلوماتية ثلاث منصات في منتهى الأهمية. المنصة الأولى منصة الخدمات المميكنة لدى الحكومة المصرية، مجموعة من الخدمات التي كانت مميكنة بالفعل، بالإضافة إلى مجموعة خدمات جديدة ميكنت خلال العام الماضي. كل هذا في المنصة الأولى. المنصة الثانية هي منصة المدفوعات اللي بتتلقى رسوم المستحقة على الخدمات الحكومية، إن كان لها رسوم من أي وسيلة دفع رقمية، سواء كان بطاقة ائتمان، سواء كان المحافظ الموجودة على المحمول أو الموبايل والد زي ما بنسميها، أو من شركات المتخصصة في سداد الرسوم. المنصة الثالثة هي منصة البيانات الجغرافية، هي خريطة من أكثر من طبقة موقع عليها كل البيانات المتعلقة بكل مواطن. يمكن واحدة من أهم الأمثلة اللي استخدمنا فيها منصة البيانات الجغرافية كان لما بنربط المواطنين في بورسعيد في مشروع التأمين الصحي بالوحدات اللي هيتلقوا الرعاية الأولية منها. من خلال معرفتنا بموقع كل وحدة وقدرة استيعابها وعدد المواطنين القاطنين حولها، نستطيع أن احنا نربط كل مواطن بالوحدة الأقرب إلى محل سكن. المنظومة بالشكل ده فندم بتحقق إحكام ومرونة في نفس الوقت. لو تسمح لي معالي الوزير، بس حابة أسأل حضرتك سؤال هنا.
التحول الرقمي في حد ذاته محتاج توعية كبيرة للمواطنين بشكل عام. نقطة تانية سريعة يا فندم، إلى أي مدى الموظف اللي هيتعامل من خلال السيستم أو بمنظومة أو المنظومة الجديدة للتحول الرقمي هو جاهز لده، والمواطن في نفس الوقت هل هو جاهز أنه يدخل يسجل نفسه في أي أبليكيشن أو أي تطبيق أو يتعامل بهذا الشكل في المرحلة القادمة القريبة؟ طيب أنا هجاوب على سؤالين حضرتك في خلال. تفضل يا فندم. بس عايز أقول الأول أن المنظومة تمنح إحكام لأنه قواعد البيانات كلها مترابطة ببعضها، والأهم أنها تحدث بشكل يومي، والأهم من هذا أيضا أنها تصحح بعضها وتصوب أخطاء بعضها، لأنه من خلال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي المستخدم في تكامل القواعد البيانات 60 تقريبا يتم تصحيح وتصويب ما يكون قد شاب هذه القواعد من تناقض أو بيانات غير دقيقة. فالمنظومة تدقق نفسها أثناء عملها. الوجه المرونة في المنظومة أنه المنصات الثلاثة والبنية المعلوماتية قادرة على استيعاب عناصر جديدة، قادرة على استيعاب تطبيقات جديدة لخدمات جديدة تميكن في المستقبل، قادرة على استيعاب سبل دفع جديدة ووسائل دفع رقمية جديدة، وأيضا قدر على استيعاب عناصر معلوماتية جديدة في البيانات الجغرافية. والبنية المعلوماتية نفسها زي ما قلنا حاليا عليها 53 قاعدة بيانات، إن شاء الله سنزيدها قبل نهاية العام إلى 70 ويتوالى زيادتها وتكبيرها. إجابة يمكن على السؤال الأول لحضرتك، هذه المنظومة ترتكز على 3 قواعد رئيسية. القاعدة الأولى بنية تحتية على درجة عالية من الكفاءة، زي ما الوكيل أكرم تفضل احنا ربطنا حوالي 700 موقع في بورسعيد في شهرين ونص بكابلات ألياف ضوئية. أيضا تم تركيب وتصويب وتطويع عدد ضخم من الخوادم على أحدث الطرز والنظم بحيث أنها تخدم هذه المنظومة على نحو كوف. النقطة الثانية هي الموارد البشرية وتنمية التنمية المهارات. إجابة لسؤال سيادتك الأول، هذه المنظومة لابد أن يقترن بها تدريب مكثف وجاد لكل متعامل معها من الموظفين الذين يتعاملون مع هذه المنظومة في كافة الأجهزة الحكومية المنوط بها تقديم الخدمات. بالفعل أقمنا دورات تدريبية على كل النظم والتطبيقات التي ستستخدم في هذه المنظومة بحيث أن الموظف قادر على أنه يؤدي الخدمة للمواطن. القاعدة الثالثة هو مجموعة من التغييرات الهيكلية والإجراءات هتعرض لها بعد قليل اللي بتمكن من أداء الخدمات على نحو أكثر فعالية وأكثر كفاءة. بعض الخدمات يا فندم اللي احنا النهاردة بنعلن عنها موجودة بشكل جزئي من خلال نظم أخرى بتقدمها ربما شركات أو جهات أخرى، ولكن هناك فرق محوري وبين بين ما سنعلن عنه اليوم إن شاء الله وبين ما هو موجود. أن التطبيقات التي سنطلقها إن شاء الله النهاردة بعد طبعا ما نسأل سيادتك كلها تطبيقات مميكنة بالكامل من بدايتها إلى نهايتها، وهذا غير محقق في التطبيقات اللي ربما موجودة الآن اللي جزء منها يعتمد على عنصر يدوي أو على أوراق يتبادلها عناصر المنظومة. هنا بنتكلم على منظومة لا ورقية، بنتكلم على منظومة مميكنة بالكامل من الألف إلى الياء. النقطة أو الخاصية الثانية المميزة لهذه المنظومة هو أن المواطن في أغلب الخدمات لا يستلزم تواجده في الجهة المقدمة للخدمة، هو يتواجد في الجهة المقدمة للخدمة فقط في الخدمات التي تستلزم ذلك، على سبيل المثال التوثيق حيث يجب على المواطن أن يتقدم إلى الموثق ليتحقق من شخصيته. في حالة ما إذا كانت الخدمة تستلزم تواجد المواطن في جهة تقديم الخدمة سيكون تقديم الخدمة والتعامل من خلال شباك واحد فقط. مضى زمن أن يذهب المواطن ويلف من شباك إلى آخر ومن موظف إلى آخر ليتلقى خدمته، بل شباك واحد هذا إذا استلزم الأمر ذهابه إلى مقر
تقديم الخدمة. العنصر الأخير أيضا في منتهى الأهمية أنه هذه المنظومة قادرة على أن تتحقق من شخصية المواطن حتى إذا لم يحدث تلاقي مباشر بين المواطن والموظف. المنظومة قادرة على التحقق من شخصية المواطن قبل تقديم الخدمة، وأيضا في بعض الخدمات التي تتطلب أن نتأكد من استحقاق المواطن للخدمة كخدمات التموين و ربما بعد ذلك خدمات التضامن الاجتماعي، الخدمات التي يستحقها بعض المواطنين حسب القواعد الموضوعة، المنظومة قادرة على أن تتأكد من استحقاق معالي الوزير. لو تسمح لي في نقطة التحقق والاستحقاق، إمتى نقدر نقول في مصر إنه فيها قاعدة بيانية لا بأس بها نقدر نستخدمها في تحقق والاستحقاق والكثير من الأمثلة اللي سيادة الوكيل ذكرها؟ لا، أنا سوريني أقول لحضرتك إن إحنا عندنا قاعدة بيانات جيدة جدا. لا أقول ممتازة بعد، عشان سيادة الرئيس كان سألني في هذا الموضوع. إحنا النهاردة بنتكلم على 85% دقة البيانات، إن شاء الله نستهدف 95% في العام القادم. فإحنا بنتكلم على قاعدة بيانات جيدة جدا. المعدلات العالمية في الدول المتقدمة 97%، إحنا بنستهدف 95%، ثم إن شاء الله نصل إلى 97% بنهاية العام القادم إن شاء الله. فقدرتنا على التحقق من شخصية المواطن والاستيثاق من استحقاق للخدمة حاليا زي ما بقول جيدة جدا. المصفوفة الثانية يا فندم المميزة لهذه الخدمات هو تعدد المنافذ التي تطرح الخدمات من خلالها لتناسب كل أطياف المواطنين على اختلاف ثقافاتهم وتفضيلاتهم. لدينا المنصة الرقمية اللي إن شاء الله هنطلقها اليوم على الإنترنت إطلاق تجريبي. عندنا التطبيقات المحمول اللي إن شاء الله سنطلقها أيضا اليوم. المنصتان الأولتان لمن يستطيع أن يتعامل مع الوسائل التكنولوجية بسهولة وأريحية، ولكن لطيف آخر من المواطنين الذي ربما لا يزال يفضل التلاقي المباشر مع مقدم للخدمة، هناك مكاتب البريد المصري ومكاتب الخدمات الحكومية التي أنشأتها وزارة التخطيط في مدينة بورسعيد. لمن لا يريد التعامل مع المحمول ولا يريد الذهاب إلى مكاتب الخدمة، سيكون إن شاء الله بدءا من الشهر القادم مراكز اتصال يستطيع المواطن أن يتلقى من خلالها الخدمات المتاحة على المنظومة. ولدى المركز الاتصال القدرة أيضا على التحقق من شخصية المواطن والاستيثاق من استحقاقه لهذه الخدمة. إذن احنا بنتكلم على منظومة مترابطة بالكامل، والحقيقة هذا الربط كان واحد من أكثر التحديات التقنية صعوبة اللي واجهها فريق العمل في هذه المنظومة، لأن احنا لم نبدأ من الصفر. كان هناك بعض الخدمات مميكنة بالفعل، بعض خدمات أخرى تمت ميكنتها في خلال العام الماضي. كان التحدي هو كيفية الربط بين كل هذه التطبيقات بحيث أنها تتبادل البيانات زي بشكل متكامل لا ورقي. بعتذر على المقاطعة مالي الوزير، بس حابة يعني ان احنا نفهم، لانه هو مجال هام جدا والدولة المصرية بتوليه اهتمام كبير، والحقيقة هيفرق في تطور وتحديث. المواطن المصري هيستفيد ايه من الحوكم؟ لا، هيستفيد حاجات كتير يا فندم. المواطن المصري اول حاجة هيستفيدها من الحوكمة هو مكافحة الوسائل والاساليب الاحتيالية. لا يستطيع مواطن ان ينتحل شخصية مواطن اخر، ولا يستطيع مواطن أن يحصل على خدمات يستحقها مواطن آخر. ونعلم جميعا ما يحدث مثلا في التموين، وأنا يعني أستمع كتير لأخي الدكتور علي مصلحي في هذا، إزاي مواطن ما بيوصلوش الدعم اللي الدولة بتقديهوله وبيروح لواحد تاني لا يستحق من خلال ممارسات احتيالية. الهدف من حوكمة هذا النظام هو مكافحة هذه الممارسات الاحتيالية والتأكد من أنه الخدمات التي تؤدى لمواطن معين يستحقها هي بالفعل تصل إلى هذا المواطن. فده بالنسبة للحوكمة من وجهة نظر المواطن. الحوكمة من وجهة نظر الدولة هو ترشيد موارد الدولة والتأكد من أن موارد الدولة
تصرف وتنفق في محلها وفي الموضوعات والتحديات التي بالفعل هي موجهة لها. طب تسمح لي أحاول أجاوب أنا على السؤال ده؟ اتفضل. أنا بس عايز أقول لكم في الكلام اللي قاله الوكيل أكرم والدكتور عمرو، احنا ليه كنا حريصين على ان احنا موضوع الرقمنة، اذا كنتوا تشاءوا ان انتوا تسموه كده، نحقق فيه تقدم كبير. فالامثلة اللي انا ممكن اقولها هي امثلة بسيطة جدا، ولكن هتخلينا نعرف. لما انا قلت في وكلمت الوكيل اكرم في اول مرة وهو بيعرض عليا وقلت له من فضلك لو كانت العملية عملية تمويل انا مستعد يعني اساعدك، فقال لي لا العمليه اكتر من كده وهي وقت لازم هناخده مهما ضغطنا. كان الهدف ايه؟ وانا قلت له ساعتها خلي بالك يا اكرم احنا هنعمل عمل كبير قوي جدا لبلدنا لو احنا قدرنا نعمل قواعد بيانات كامله لمصر. طب ازاي؟ هقول امثله صغيره خالص وقلتها قبل كده. قلت ايه؟ قلت هقدر اشوف، هشوف من غير ما حد يتقدم ليا. يعني النهارده لما التضامن عايزه تدي دعم مالي للاسر الاكثر احتياجا، اللي بيتعمل دلوقتي بيتقدم طلب والطلب ده بيتم استيفائه وبعدين حاجات كتير كده، مش كده؟ انا عايز اقول بالقواعد البيانات اللي هتبقى موجوده انا هبقى مش محتاج ان حد يقدم لي طلب. انا هقدر اشوف بحجم من الذكاء الصناعي حال الناس، مش حال الناس ماديا بس، حتى صحيا. هقدر اشوف مثلا في قريه من القرى، في قريه من القرى نتيجه ان بقت قواعد البيانات مكتمله على مستوى الدوله في كل شيء، في كل شيء اقدر اقول. صحح لي يا دكتور عمرو لو انا بقول كلام بعيد يعني. عفوا يا فندم. طيب هقدر اشوف اقول ايه ده، انا حسيت او شفنا من خلال دراسه البيانات ان في المكان ده النمو الصحي للقريه دي اقل من القرى المجاوره. هناخد اجراء، هناخد اجراء. قبل كده كنا عشان نعمل ده نعمل مسح كامل، والمسح ده ياخد وقت طويل وجهد كبير وتكلفة مالية. بقواعد البيانات طالما ان هي مستكملة محوكمة دقيقة احنا هنقدر نشوف كل حاجة في مصر، مش عشان فقط لمكافحة الفساد، لا، لمساعدة الناس، لتسهيل حياتهم. انا النهاردة لو عايز اقدم، انا هتكلم على حاجات صغيرة برضو تاني، لو عايز اقدم لابني في مدرسة او لبنتي، البيانات الجغرافية اللي قال عليها الدكتور عمرو لما تكون مستكملة أنا هبقى مجرد ما بس ما أحط البيانات بتاعتي هاي المدرسة الأقرب مدرسة لموقع الجغرافي هتبقى واضحة، مش محتاجة أبدا مني أن أنا أقول أنا ساكن في الحتة الفلانية ولا. هيوصل لمرحلة أن مجرد بس الكارت الموحد اللي موجود معانا ما يتحط على قاعدة على أماكن الخدمات اللي بتقدم يبان. لو انا النهارده عايز خدمه صحيه في مستشفى كل بياناتي وتاريخي الطبي بمنتهى البساطه من غير ما اتكلم فيه يطلع قدام المسؤول عن تقديم الخدمه الطبيه ليا. اللي انا عايز اقوله من الكلام اللي اتقال كلام كبير من الزملاء، ولكن احنا لو قدرنا في خلال يعني زي ما وعدني دكتور عمرو وأكرم إن إحنا على نهاية السنة القادمة نكون فعلا وصلنا لدرجة جدارة للمنظومة عندنا 95، إحنا هنبقى هنستطيع إن إحنا نصل للناس ونتعامل معاهم ونيسر لهم وناخد القرار. وأنا قلت مرة قبل كده مجرد وزارة التضامن النهاردة عشان تعمل إجراء لمعاش أو بتحتاج اجراءات ورقيه يعني يتم تنفيذها بواسطه المتلقي الخدمه اللي هو عايز ياخد المعاش يعني. بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده اقول بمجرد يعني الوفاه او الطلاق
للأسرة دي أقدر أشوفهم وأقوم على طول بإجراء إجراءات بس يمكن. والبرضو ذكاء الصناعي هيعمل لي ده، لأن البيانات كلها أنا شايف اللي موجود في السجلات وشايف اللي موجود في وزارة التأمين والتموين وشايف كله، وبالتالي البيانات دي كلها بالكامل بيتم التعامل معها وتطلع لي المطلوب. فيقول لي النهاردة في 1000 أسرة فقدت العائل بتاعها، والألف أسرة دول يستحقوا المعاش، مش محتاجين مني حاجة كوزارة تضامن، المعاشات دي تطلع بمنتهى اليسر. أنا عايز أقول حتى من غير أصحابها ما يطالبوا بيها. ليه؟ أنا بقيت قادر على تنفيذ ده من خلال البيانات المتوفرة عندي، ومن خلال متابعة الأحداث اللي بتمر على مدار اليوم، سواء كان مواليد، وفيات، حاجات أخرى كتير. فاللي أنا عايز أقوله باختصار شديد جدا إن هذا الموضوع هو مشروع قومي كبير قوي، وإحنا لما كنا بنتكلم عليه، ويمكن أنا عشان ما علقش تاني في الموضوع دوت، معلش يا عمرو أنا خدت الوقت منك، كنت كاتب كلمة واحدة في التعليق: اوعوا القديم، اوعوا القديم دايما تبقوا انتوا أسرى ليه. قبل لما أنا توليت الأمر كانت المشكلة في إن الموضوع قواعد البلد دي كانت موجودة مش كلها دقيقة، ممكن مش كلها مستكملة ممكن، لكن كانت موجودة في جهات محددة. احنا كل اللي احنا ابتدينا نعمله ان احنا ابتدينا نستكمل ونجمع. كانت الناس متحسبة من ده، الأجهزة اللي لديها، الوزارات اللي لديها هذه البيانات كانت متحسبة من ده. فاحنا قلنا لا يا جماعة، بقى ده بقى أمن قومي، أمن قومي ان يبقى في عندي قواعد بيانات كاملة للمجتمع المصري، مش كده يا دكتور عمرو؟ تمام. وبالتالي مش هقول ضغطنا ولا حاجة، لكن شرحنا وقلنا الأدبيات الماضي، أدبيات الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات للثلاثين أربعين سنة اللي فاتوا لا تصلح للمستقبل اللي احنا فيه. واشتغلت الرقابة الإدارية عشان تجمع البيانات ديت وتبتدي تنشئ قواعد البيانات. اللي أنا عايز أقوله لو كنا استمرينا على أدبيات الفهم اللي كانت ماشيه قبل كده، انا كنت عايز اقول لكم لغايه دلوقتي ما كانتش اتعملت. ده اللي انا يعني يهمني ان اقوله. انا بس عايز اقول الموضوع ده موضوع مهم قوي، وهنحقق منه نتائج. يمكن قال الزميل موضوع مكافحه الفساد ضمن الحاجات اللي المواطن بيهتم بيها. صحيح، احنا الدكتور علي موجود تموين، احنا استبعدنا بالبيانات اللي موجودة عندنا دي مش عايز اقول مئات الالاف من البطاقات اللي هي كانت مكررة او كانت من غير ما دكتور علي موجود، مش كده؟ يعني من فضلك يا دكتور علي، بس من باب ان احنا حبينا نوضح ازاي الموضوع ده هنفيد بيه، ان احنا يعني أكرم بيقول إن لو مخبز أو عدة مخابز عملت حاجة هنعرف. لا، ده الموضوع هيبقى أكتر من كده بكتير. إحنا استبعدنا كم مليون دكتور علي؟ أهلا يا فندم، مش كده؟ صباح الخير جميعا، وبشكر حضرتك جدا على المقدمة اللي حضرتك عملتها، وهي واضحة جدا بدون ما نرى كافة بيانات المواطن متكاملة لن نستطيع أن نأخذ قرار. وكان المبادرة اللي فخامة الرئيس تقدم بيها وطالبنا بيها أن كافة قواعد البيانات، ولازم نكرر أنها كانت مولودة ومنشأة في معزل عن القواعد الأخرى، معنى قواعد بيانات التموين حاجة، والتضامن حاجة، والصحة حاجة، والكهرباء مثلا بعد اذن معالي وزير الكهرباء ما كانش فيها الرقم القومي، كانت رقم عداد وعنوان. فلنا ان نتخيل المجهود اللي تم حتى يمكن وضع الرقم القومي مع العدادات، نتيجة بدون الرقم القومي لا يمكن ان نتكامل. والكهرباء من احد العناصر الهامة جدا لتحديد مدى استهلاك الناس من الطاقة،
وكل ما كتر استهلاك الطاقة كل ما بان ان مستوى المعيشة والدخل اكبر. وبالتالي كل ده تم منذ ما حضرتك وجهت لهيئة الرقابة الإدارية منذ 2016 او 17 حتى لما اعتقد 17، بحيث ان تم كل ده. نرجع بس للسؤال اللي فخامة الرئيس سأله، احنا كان عندنا 79 مليون مستفيد نظريا على العيش. حضراتكم كلكم موجودين في المجتمع، كان بطاقات مستفيدين 5، التفاصيل ايه؟ اسم اي اسم، محمد محمد ابراهيم، احمد محمد مش عارف ايه، رقم قومي 000 000. طبعا مش مصدقين، بس ارجوكم تصدقوا كان كده. مجرد تكامل قواعد البيانات والربط مع الرقم القومي في الرقابة الإدارية ابتدى نبان أرقام، واللي سامعيني عارفين كده. واحد مطلع في العاشر من رمضان، وأنا هتكلم على العاشر من رمضان، وهو أصلا من الدقهلية ولا من الغربية، عنده بطاقة في العاشر وعنده بطاقة في الدقهلية. الكلام ده ما كان أن يمكن أن نتكلم فيه أو نتحرك فيه إلا بتكامل قواعد البيانات وربطها. فابتدى يبان كلمة أرقام قومية مكررة، كلمة أرقام قومية غير صحيحة، كلمة أسماء وهمية غير موجودة. فبدون ما يشعر المجتمع بشيء نزلنا من 79.5، وفي بعض الأرقام كانت 80 مليون، ل 71 مليون دون أن نؤثر على أي بني آدم مستحق، دون أن نؤثر على أي بني آدم مستحق. وبالتالي وفرنا كل ده عشان يروح في أمور تانية. قياس مع الفارق، بعض العناوين الخطأ، بعض البيانات. ولذلك يمكن في الكلمة الصغيرة اللي كان لفت نظري لها، أني كنت بقول اليوم النهاردة لأول مرة، وأنا كنت موجود قبل كده في هذه الوزارة التموين، لأول مرة نقول إن عندنا قاعدة بيانات سليمة ودقيقة وما فيهاش أي حاجة غلط. المرحلة الثانية اللي هي هل كل دول الجميع كنا بنتكلم عن أهمية وصول الدعم المستحقين. كلنا يمكن الشباب اللي موجود ده لو سأل أبهاته كان بنتكلم عن أهمية وصول الدعم المستحقين. ما كان برضو أن نتكلم عن كلمة وصول الدعم للمستحقين إلا لما يكون عندنا كل البيانات زي ما فخامة الرئيس تفضل شايفينها، شايفين شهادة الميلاد، شايفين هو في مقدم مدرسة، شايفين هو الوالد بيشتغل إيه، شايفين اتحرك فين، شايفين راح فين، شايفين العداد الكهرباء بتاعه، شايفين اشترى عربية. وهذا كل الدول اللي تريد التقدم كل الكلام ده معروف. فبالتالي كان لابد من هذا المشروع القومي الهام جدا، اللي هو يخلي الحكومة المسؤولة عن إدارة مثل هذا المرفق شايفة. وبالتالي يمكن مش عايز أجهد شغل كبير جدا الرقابة مع وزارة الاتصالات بتعمله، قدرنا وطبعا مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمؤتمر اللي اتقال فيه النتائج تعداد بحث الدخل والإنفاق، واتربط مع التعداد مع قواعد البيانات الموجودة عندنا. احنا عندنا النهاردة فعلا جوهرة عظيمة جدا جدا اسمها بيانات. وكنت لسه مع الدكتورة هالة دلوقتي بقول لها عايزين نربط مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بسبب الجي اي اس، موجود فيه بقى كل التعداد وكل البني ادمين. مع الربط مع هذه المعلومات نقدر نتكلم عن اللي هو اكرم قاله على بورسعيد، ايه الفئات الشديده الفقر، ايه الفئات الفقيره، ايه الفئات الهشه، ايه الفئات المتوسطه، ايه الفئات اللي احنا سميناها طبقه عليا. وده كله قياس نسبي، فما حدش يقول لي هو اللي عنده عربية 2015 تبقى غني. يا سيدي بالنسبة لنا بنقول غني، ما في ناس ما عندهاش حتى ثمن المواصلات،
فاللي يزعل يزعل بالنسبة لغيره. فلازم الكلام ده يبقى واضح والمحددات واضحة والقواعد واضحة. إذن هنا بنتكلم عن شفافية ونتائج يمكن الجميع يحاسبنا عليها، وبالتالي يبقى بندير الدعم اللي هو موجود. وبنشكر فخامة الرئيس في الدعم السنة دي زاد عن السنة اللي فاتت من 86 مليار ل 89، بس لو قدرنا ال 89 مليار لصالح الفئات الأكثر احتياجا ثم الهشة ثم المتوسطة، إذن هنبقى نقدر نضيف إضافة جيدة لمظلة الضمان الاجتماعي. أنا بشكر حضرتك جدا لتوجيه السؤال ومتشكرين جدا، شكرا. أنا بس عايز آخر حاجة هقولها، إن كل بيانات المواطنين هي بيانات خاصة جدا ويتم التعامل معها بخصوصية شديدة، عشان بس تبقى الأمور برضو دي نقطة مهم، إن أنتوا يعني كمصريين مهتمين بياناتكم، البيانات دي بيانات يعني بيتعامل معها بسرية مناسبة، لا يتم التعامل معها ولا يمكن أبدا إن هي تخرج أو تكشف إلا بأنساق أمنية مختلفة طبقا لقواعد محطوطة في هذا المجال. معلش يا دكتور عمر أنا خدت وقت منك، بس كنت حبيت إن احنا نتكلم في النقطة دي. اتفضل حضرتك. لا انا عايز دكتور عمرو بعد اذن حضرتك، احنا عشان معانا شباب بس من التنسيقيه ومن الخبراء، بس هاخد 10 دقايق بدل الوقت الضايع بتاع الدكتور علي، ممكن دقيقه 40 دقيقه من وقتي، فانا هاخد منهم 10 دقايق. بس انا عايز الفت النظر للنقطه اللي فخامه الرئيس تفضل بيها، الخدمات المشخصنه. الخدمات المشخصنه احنا بنتكلم على نوعين من الخدمات المشخصنه، خدمات استباقيه، بمعنى ان انا زي ما سيادة الرئيس قال لنا انا عايز احس بالمواطن، فاحنا بنتكلم على انه لو سيده بظروف معينه فقدت عائلها هنعرف في نفس اليوم، وبالتالي هيبقى ممكن ان احنا نساعدها بخدمه استباقيه في نفس اليوم. لو مواطن اتنقل شغله من بلد الى بلد، انا كمنظومه اللي هقول له انت عايز تنقل ولادك من مدرسه الى مدرسه، انا اللي هقول له انت عايز عداد كهرباء في منزلك الجديد، مش هستناه لما يروح يقول. دي الخدمات الاستباقيه. النوع الثاني من الخدمات المشخصنه هي الخدمات اللي بنعرفها من خلال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، نعرف انماط استخدام المواطن للمنظومه، وبالتالي المواطن بيطلب خدمات ايه اكتر، هي دي اللي ابدا باقتراحها عليه، وهي دي اللي بوجهه دايما الى وجود تطور فيها او وجود اضافة فيها. النقطة التانية المهمة عشان الحقيقة اتعمل فيها شغل يعني ضخم في الوزارات، هي تقليل زمن الخدمة، لانه الميكنة سبقها مجهود ضخم جدا في اعادة هندسة الاجراءات وازالة ما بها من عوار ناتج عن ازدواجية او خطوات لا داعي لها او خطوات مكررة. إعادة هندسة الإجراءات مسألة صعبة ومعقدة، ولكن لازمة قبل ما نميكن، عشان نميكن إجراءات فعالة وقوية. النقطة الأخيرة اللي عايز يمكن أوجه النظر ليها، إنه إذا كان المواطن لن يتواجد في مكان تقديم الخدمة، هذا لا يحول دون قدرته على إنه يتواصل مع الحكومة بشكل مباشر من خلال المنظومة عشان يقدم اقتراح أو شكوى أو رد على أو تقويمه للخدمة. النقطة الأخيرة معلش الأخيرة معالي الوزير لو سمحت، النقطة الأخيرة في هذه السلايد هي الحوكمة الرقمية، إنه قائد أي منظومة حكومية سيكون لديه القدرة على إنه يحوكم أداء منظومته. يعني إيه يحوكم أداء منظومته؟ يعني يبقى عارف هو عنده كم طلب تقدم النهاردة، كم منها أنهيت إجراءاته، كم منها تأخر عن الموعد المطلوب للرد، وبالتالي إذا كان هناك أي خلل أو قصور يستطيع أن هو يعالج. أيضا يستطيع أن هو يتنبأ بزيادة حجم طلبات متعلق بموسم معين زي المدارس أو غيره، فيستطيع أن هو يوجه موارد إدارته لتلقي طلبات أكثر في وقت معين. كل ده من خلال ما نسميه الحوكمة الرقمية. بنستأذن سيادة الرئيس زي ما التزمنا قدام سيادتك ان احنا في يوليو
من 2019 هنطلق إن شاء الله أول مصفوفة من خدمات مصر الرقمية في بورسعيد. هنطلق إن شاء الله 18 خدمة في التموين والتوثيق ونيابة الأسرة والحالة الشخصية. إن شاء الله إذا سيادتك أديت لنا الضوء الأخضر نطلقها النهاردة بإذن الله على المنصة الرقمية وعلى تطبيقات المحكمة. ألف مبروك مقدما ويلا اطلقوا، احنا جاهزين. شكرا يا فندم. واللي بعده ان شاء الله يا فندم، اللي جاي بعده جاي حالا. حصارت في عجاله شديده عشان المواطنين بس يعرفوا سهوله استخدام المنظومه وفي نفس الوقت الحوكمه الموجوده فيها. المنظومه عباره عن 7 خطوات مبسطه وسريعه لتلقي الخدمه. إذا كان المواطن دخل عليها قبل كده هيدخل برقم المحمول وكلمة سري، يعني يدخل على النظام. إذا كان أول مرة هيدخل هيبقى مطلوب منه أنه يدخل رقمه القومي ورقم اللي بنسميه رقم المصنع اللي هو موجود أسفل الصورة على بطاقة الرقم القومي، ثم الاسم الأول للوالدة واسم المحمول. المحمول النهاردة أصبح هو الوسيلة للتحقق من شخصية المواطن، لأن النظام هينتج كود من 6 أرقام يرسل في رسالة نصية إلى جهاز المحمول المسجل في قاعدة البيانات الموجودة لدينا. المواطن هيدخل هذا الكود على النظام، فالنظام يتحقق من أن المواطن بالفعل هو الذي يستخدم النظام ومفيش أي عملية انتحال موجود. أيضا بعض بيانات أخرى خاصة بالمواطن للتحقق الأكثر ثم ينشأ الحساب. هنا بلاحظ انه المواطن لم يدخل بياناته الشخصية، بل بالعكس النظام هو الذي انتج هذه البيانات، اسمه، مهنته، عنوانه، حالته الاجتماعية، اسرته. ايضا النقطة الثانية المهمة في هذه الشاشة انه هناك جزء مخصص للخدمات الاستباقية اللي النظام هيقترحها على المواطن. انت فاتورة الكهرباء قربت على ميعاد الاستحقاق، رخص العربية لازم تتجدد، استهلاكك من الكهرباء زاد هذا الشهر. هناك أيضا خدمات تهمك، هي الخدمات اللي المواطن استخدمها قبل كده أكثر من مرة ويستطيع النظام تسجيلها والتحقق من أنه يريد استخدامها مرة أخرى، زي مثلا السداد الدوري للفواتير أو خلافه. هناك قسم آخر يستطيع المواطن منه أن يعرف الطلبات اللي قدمها قبل كده حالتها ايه، اذا كان طلب لازال يستوفى او طلب اصبح جاهز لاستلامه، مستند اصبح جاهز لاستلامه. ثم الجزء المهم الاخير هو تقويم المواطن للخدمة، واذا كان راضي عنها او طالب انها تتحسن بشكل او باخر. وباقي الخدمات موجودة. النظام زي ما حضراتكم شايفين سهل جدا في استخدامه، والمواطن مش مطلوب منه أكتر من أنه يضغط على أزرار فقط، ومش مطلوب منه أنه يدخل بيانات قد يصعب عليه أو يتعذر إدخالها بشكل أو بآخر. دي مش طبعا مش همر بيها بالكامل، دي مجموعة من النماذج لشاشات التطبيقات. زي ما قلت الغرض هنا أن المواطن بيختار من خدمات، من خلال الضغط على الأسهم تظهر الخدمات والمواطن يختار الخدمة اللي عايز يطلبها فقط. النقطة الثانية انه اذا كان المواطن لا يستحق خدمة معينة زي خدمات التموين، الجزء الخاص باصدار وتفعيل البطاقة سيكون معتم او مختفي لانه المواطن ما لا يستحق هذه الخدمة. بعد كده المواطن هيدفع رسوم الخدمة اذا كان لها رسوم، زي ما قلت كل وسائل الدفع الرقمية موجودة. ثم يطلب او يختار مكان استلام المستند المطلوب، سواء كان في اماكن قريبة منه هتبقى موجودة يختار منها المكان الانسب له، او اذا كان عايز ان البريد يوصلها له لحد بيته او محل عمله. يعني انا عايز الفت النظر بس للنقلة النوعية اللي بتشهدها المنظومة بين مواطن بياخد اجازة اسبوع عشان يستخرج مستند من الحكومة ويعاني الأمرين، وبين مواطن هيقعد قدام شاشة لمدة 10 دقايق عشان يطلب خدمة وبعد كده المستند هيجي لحد باب بيته.
دي النقلة النوعية اللي احنا بنتكلم عنها. أعتقد لسه مش بالنسبة لكل المواطنين، ولكنه إجراء أسهل بكثير، بس الفكرة إن هي مش بالنسبة لكل المواطنين بهذه السهولة. أطياف المواطنين التي لا تزال لا تجد سهولة في استخدام هذه الوسائل التقنية، نعم، موجود لها وسائل أخرى هستعرضها حالا، بس عايز يعني أستعرض أمام حضراتكم، أمام طبعا فخامة الرئيس، الجدول الزمني لتقديم الخدمات في بورسعيد. احنا قلنا إن شاء الله النهاردة هنطلق 18 خدمة سيد الرئيس أذن بها، في أغسطس إن شاء الله سنطلق 32 خدمة أخرى، وبين أغسطس ونوفمبر سنطلق 62 خدمة إضافية، ثم بنهاية ديسمبر نطلق 62 خدمة أخرى، ليصبح إجمالي عدد الخدمات المميكنة 174 خدمة حكومية إن شاء الله بنهاية ديسمبر تطلق في محافظة بورسعيد. هذا بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي اللي بنعتبره مشروع ميكنة مستقل لتعدد أبعاده واتساع نطاقه، فهو مشروع قائم بذاته بخلاف 174 خدمة الموجودة. الحقيقة بس أنا عايز أقول إنه هذا العمل ليس عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط، ولكن هي منظومة تضافرت فيها كل أجهزة الدولة وطاقتها. كل هذه الجهات اشتغلت بجد واجتهاد وكفاءة علشان هذه الخدمات إن شاء الله تظهر إلى النور. طبعا الشراكة مع الرقابة الإدارية بقيادة اللواء أكرم عبد الباسط وفريق العمل معه، وزارة التخطيط بقيادة نائب وزير التخطيط المهندسة غادة لبيب، المخابرات العامة وفريق العمل الكفء بها، وأخيراً وليس آخراً زملائي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية للاتصالات بقيادة المهندس سعد الحامد، وفريق التحول الرقمي الحقيقة ما بينامش، وهو حالياً موجود في بورسعيد بقيادة نائب وزير الاتصالات المهندس خالد العطار، الحقيقة بنعتبره مايسترو هذا العمل وقائده. بشكر كل هذه الجهات وكل شخص اشتغل في المنظومة، لأنه بالفعل هذه المنظومة لم تكن سهلة، لأنه الوقت اللي خدناه في إطلاقها سنة، نعم، يعتبر أقل من تلك الوقت اللي استغرقته هذه المنظومة في دول متقدمة في أوروبا وفي آسيا. فالحقيقة هو عمل يعني لنا أن نفخر به جميعا في مصر. أنا بس عايز أقول بقية الخطة الزمنية عشان نبقى التزمنا بيها قدام سيادة الرئيس قدام المواطن المصري. احنا إن شاء الله هنطلق الخدمة على منفذين، البوابة والمحمول، زي ما حضرتك تفضلتي في أغسطس هنطلقها في المكاتب الخدمات الحكومية اللي أنشأتها وزارة التخطيط، زي ما قلت مراكز الاتصال إن شاء الله برضو في أغسطس. احنا بس عايزين ننوه مرة أخرى ان انا بدل ما هاخد اسبوع الف على المكاتب الحكومية، انا هكلم كل سنتر اقول له انا عايز الخدمة الفلانية، والاقي الخدمة بعد 3 او 4 ايام او يومين حسب الوقت المحدد لها جاياي لحد باب بيتي. دي النقلة اللي احنا بنتكلم عليها من حيث تيسير الاجراءات، من حيث قدرة الحكومة على التعرف على ظروف المواطن واحقيته للخدمة واستباق استباقه هو حتى شخصيا في ان احنا نقدم له الخدمه. هذه نقله نوعيه اخرى في منتهى الاهميه. نعم. النقطه الاخيره ان احنا ان شاء الله بنطلق الهويه الرقميه اللي من خلالها نتحقق من المواطن النهارده. في ديسمبر ان شاء الله هنطلق التوقيع الالكتروني. التوقيع الالكتروني مصر اصدرت القانون سنه 2004، ومنذ 2004 وهناك تعثر في تطبيق هذه الخدمه. ان شاء الله لاول مره في مصر منذ سن القانون في 2004 سنطلق التوقيع الالكتروني لتسهيل اجراءات المستثمرين ورجال الاعمال في تعاملهم مع الحكومه المصريه. نعم. يلا دهانت يا فندم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات معالي الوزير.